السلام عليكم الطلبة الأعزاء، أتمنى تكونوا بصحة وسلامة. المحاضرة السابقة تكلمنا عن الملف الأول اللي تم تحميله على المودل أو على جزء من الملف الأول والبي دي إف، وتوقفنا لحد الدي سي لود لاين، وتكلمنا عن الترانزستور ومبدأ عمل الترانزستور، أنواع الربط للترانزستور والأوبريتينج أو الأوبريشن بوينتس للترانزستور. اليوم إن شاء الله نكمل الملف أو نكمل ملف البي دي إف اللي يتكلم عن الدي سي لود لاين. قبل ما نبدأ بالدي سي لود لاين لازم نشرح آلية عمل الترانزستور، أي كيف نحلل الدي سي أناليسيس للترانزستور، يسموه دي سي أناليسيس للترانزستور، دي سي أناليسيس أوف إن بي إن ترانزستور سيركتس. الغرض من هذا الشرح هو أنه كيف نوجد هاي القيم المجاهيل. أشنو هي المجاهيل؟ الاي سي، الفي سي، الاي بي، الفي بي، الفي اي، الاي اي، هذه كيف نوجدها حتى نقدر نوجد الدي سي لود لاين. فاحنا قبل الدي سي لود لاين لازم نعرف كيف نوجد هذه المجاهيل اللي هي مثل ما ذكرناها، اللون الاخضر واللون الازرق واللون الاحمر، فولتيه وتيار. ملاحظه طلاب مهمه، دائما الترانزستور الربطه ماله تكون باللون الغامق، يعني هذا اللون المنقط ما موجود، هذا فقط لتسهيل الحل. انت تقدر ترسم اللون المنقط ماكو مشكله، لكن عاده الدوائر التي تحتوي على ترانزستور ما تحتوي على هذا الخط المنقط. فقط يذكر لك انه الفي سي سي قد تكون 10 فولت 5 فولت، ويذكر لك انه الفي بي اي هنا توجد بهالمكان هذه، ويذكر لك الجراوند الارضي اللي هو مربوط على الايميتر. ليش ايميتر؟ لان هنا سهم، لان هذا كومن ايميتر، انا اتعامل معك كومن ايميتر. فبالمنقط رسمناها فقط لتسهيل الحل، لتسهيل الاناليسيس. قلنا احنا الدي سي اناليسيس معناته نوجد قيم التيارات والفولتيات. انتبهوا هنا الطلاب، هاي ملاحظة مهمة جدا. انا عندي ترانزستور ممكن ان نقسمه الى قسمين، يعني ترانزستور هذه الدائرة المغلقة اتعامل معها على حدة، وهذه الدائرة المغلقة الاخرى اتعامل معها على حدة. هذه تسهل لي عملية الحل. وايضا المحاضرة السابقة عرفنا الفولتيات، قلنا هذه اسمها في بي سي، وهذه اسمها في سي اي، وهذه الفولتية اسمها في بي اي. في بي اي فصلت كيف نوجد، على سبيل المثال انا عندي مصدر فولتية مربوط في بي بي، كيف اوجد الاي بي والفي بي؟ كيف اوجد الاي بي والفي بي؟ طبق قانون كيرشوف للفولتيات، في بي بي يساوي لي فولتية المقاومة ار بي اللي هي في ار بي زائد الفولتيه اللي بين هالطرفين اللي هي اشنو؟ هي في بي اي. اعيد، طبق قانون كيرشوف للفولتيات، الفي بي بي يساوي لنا فولتيه هذه المقاومه اللي هي في ار بي زائد فولتيه هذه اللي هي الفي بي. عندنا بعد فولتيه اخرى؟ ما عندنا بالدائره، فقط عندنا ثلاث فولتيات، واحد اثنين ثلاثه. الفي بي بي والفي في اي جمعناهم في في بي اي. الفي بي والفي اي سميناها في بي اي لان هي فرق الفولتيه بيناتهم، اخذنا المحصله. فهذا قانون كيرشوف للفولتيات. ان الفي بي بي معلوم، الفي بي اي للترانزستور في حاله السيليكون قيمتها 0.7 فولت. الفي بي اي للترانزستور للسيليكون قيمتها 0.7 فولت عندما يعمل في الاكتف ريجن. حاليا احنا نتعامل معاه يعمل في الاكتف ريجن. اذا الفي بي بي معلومه، الفي بي اي معلومة، الفي ار بي مجهولة نقدر نوجدها بكل سهولة، فالفي ار بي تساوي لنا في بي بي ناقصا في بي اي، وبالتالي اي بي ايش راح يساوي لنا؟ علاقته مع ايش؟ مع الار بي. حتى نوجد قيمة التيار المار هنا نقول في بي بي ناقصا في بي على ار بي يعطينا قيمة التيار اي بي. واضح هاي؟ نطبق قانون كيرشوف للفولتيات، نوجد فولتية هذه المقاومة، فولتية المقاومة على قيمة المقاومة يعطيني التيار اي بي، فولتية المقاومة على قيمة المقاومة يعطيني التيار اي بي، وهذه مذكورة تفصيل هنا. الفي ار بي اي بي ار بي، والفي ار بي يساوي لنا في بي بي ناقصا في بي مثل ما قلناها قبل شوية. فالاي بي ايش راح يساوي لنا؟ فولتية المقاومة اللي ايش تساوي؟ في بي بي ناقصا في بي على ار. اذا وجدنا اول مجهول اللي هو
قيمة التيار اي بي، وجدنا منه اول مجهول اللي هو قيمة التيار اي بي. نجي قبل ما كمان نرجع على الدائرة الاخرى، نريد نوجد اشنو؟ نوجد بعد على سبيل المثال الاي سي، قلنا هاي الدائرة نقدر نتعامل معها على حدة، او هذا اللوب المغلق وهذا اللوب المغلق نقدر نتعامل معها ايضا على حدة. تيار الاي سي اللي يمر بالكومن كيف نوجده؟ اذا وجدنا الفي ار سي قسمه على قيمة المقاومة ار سي يعطيني اي سي. طيب انا عندي هنا لوب مغلق، اقدر استخدم ايضا قانون كيرشوف للفولتيات، الفي سي سي يساوي لي في ار سي زائدا في سي اي. الفي سي سي يساوي لي في ار سي زائدا في سي اي، والفي ار سي تساوي لي ايش؟ التيار في المقاومة، اما تيار اي سي في المقاومة ار سي. بكل بساطة اقول اي سي راح يساوي لي ايش؟ في سي سي ناقصة في سي اي على ار، على ار سي. واضح؟ وهذه ايضا مذكورة بالتفصيل، نجي بهاي الصفحة ان شاء الله راح احملها مع الملف الفيديو. في ار سي ايش تساوي؟ اي سي ار سي. الفولتج بين ذا كولكتر اند ايميتر ايش سميناها؟ في سي اي، اللي ايش تساوي لي؟ في سي سي ناقصا في ار سي. نعوض عن الفي ار سي باي سي ار سي فيساوي في سي سي ناقصا ايش؟ اي سي ار سي. اذا الاي سي ايش راح يساوي لنا؟ في سي سي ناقصا الاي سي، بس نحولها للطرف الاخر، يساوي لنا في سي سي ناقصا في سي على ار سي. واضح؟ فبالحالة وجدنا التيار اي سي. اذا وجدنا التيار اي بي، وجدنا التيار اي سي، اي ايش يساوي لنا؟ اي بي زائد اي سي، وهذا تكلمنا عنه بالفيديو الاول. ايضا نقدر نوجد الفولتج بين ذا بيس اند كولكتر، الفي سي بي. ناخذ الترانزستور على حده ونطبق قانون كيرشوف ايضا للفولتيات، قانون كيرشوف للفولتيات. لوب حول الترانزستور، الفي سي بي يساوي لنا في سي ناقصا في بي اي. في بي اي دائما قيمتها ايش؟ قيمتها 0.7 في حالة السيليكون، قيمتها 0.7. فأتمنى هذا التحليل يكون واضح، كلش سهل، فقط تطبق قانون كيرشوف للفولتيات وتوجد المجاهيل، توجد ايش؟ المجاهيل. لكن طبعا هنا ملخص كامل، في في اي يساوي لنا 0.7، والفي ار بي تساوي لنا في بي بي ناقصا في بي، ما يحتاج نعيدها مرة أخرى، راح أشرح لكم إياها آخر مرة على الرسمة. ملخص لهذه الدائرة كيف نحلل الدي سي أناليسيس. المقصود بالدي سي أناليسيس كيف نوجد قيمة الآي سي، كيف نوجد قيمة الآي إي، وكيف نوجد الآي بي. أوكي؟ فالآي بي نقول في بي بي ناقصا في بي إي على قيمة المقاومة. وآر بي طبعا تعطى بالسؤال، والفي بي 0.7 والفي بي بي تعطى بالسؤال. فوجدنا الآي بي. الاي سي، الاي سي يساوي لنا في سي سي ايضا تعطى بالسؤال، ناقصا الفي سي اي على ايش؟ على الار سي. على ايش؟ على الار سي. الفي سي اي كيف نوجدها؟ نوجدها عن طريق الفي سي. احنا ما وجدنا الاي سي، الفي سي والفولتيه اللي مربوطه بين هالطرف والجراوند، الفولتيه اللي مربوطه بين هالطرف والجراوند. الفي اي كيف اوجدها؟ انا عندي الفي بي اي معلومه، عندي الفي بي ايضا معلومة، فالفي بي اي تساوي لنا في بي ناقصا في اي، في بي ناقصا في اي. هاي القوانين اكتبوها اثناء شرح المحاضرة، اتمنى انه ورقة وقلم بيدكم في بداية المحاضرة، المفروض اذكر هاي الملاحظة، لكن لا بأس انه نذكرها الان. ورقة وقلم بيدك وسجل هاي الملاحظات. نجي ناخذ مثال بسيط، وايضا حملنا هاي الاسئلة وهذا المثال على منصة المودل. عندنا هنا السؤال، هذا السؤال يمكن حملناه على منصة المودل ومحلول، خلينا نجي نشرحه شوية. يقول consider the circuit and determine the node voltage and branch currents. node voltage، يعني ايش من node voltage؟ يعني الفولتيات اللي مربوطة على اطراف الترانزستور. and ايش؟ and branch currents، تفرعات الترانزستور، هذا برانش الاول، هذا برانش الثاني، هذا برانش الثالث. نريد من عندي نحسب التيارات. بالسؤال تجيك هاي الرسمه، بالسؤال تجيك هاي الرسمه فرع اي. للسهوله احنا نسويها فرع بي.
ليش؟ هاي تسهل لي الحل، يعني تسوي لي لوب هنا ولوب هنا. احنا المفروض نعطيك هاي رسمه، لكن للسهوله تقدر ترسمها بهالطريقه هذه حتى تسهل عمليه الحل. الأربعة فولت هي يعني الأربعة فولت، العشرة فولت هذه العشرة فولت، وقيم المقاومات معلومة عندنا. نيجي كيف نوجد، يعني مطلوب بالسؤال الـ VE والـ IE والـ IB والـ IC والـ NVC. طبعا هاي الأجوبة، هذه الأجوبة نعطاني قيم الأجوبة، لكن كيف نوجدها؟ الـ VB مباشرة ايش قد قيمتها؟ الـ VB شوف هاي مربوطة، هاي الفولتية وين مربوطة؟ مربوطة على البيس. إذا عندك فولت ميتر وتريد تقيس فولتية الـ VB راح تخلي طرف هنا والطرف الآخر وين؟ على الجراوند. فهذه الفولتية هي فولتية منو؟ هي فولتية الأربعة فولت، وهي نفسها فولتية البيس. أعيد، إذا عندك فولت ميتر وتريد تقيس فولتية البيس تخلي طرف هنا للفولت ميتر الموجب والطرف السالب على الجراوند، فراح يقرأ لي 4 فولت لأن توازي. إذا الأربعة فولت هي فولتية منو؟ هي فولتية البيس. قلنا الـ VB ايش قد قيمتها للترانزستور بالسيليكون؟ إذا ما ذكر نوع الترانزستور خذوا سيليكون. إذا VB قيمتها 0.7. فنيجي نقول 4، طبق هنا لوب صغير. الـ VB معلومة 0.7 والـ VB 4، فالـ VE ايش راح تساوي لي؟ تساوي لي VB ناقصا VE. VB ناقصا VBE عفوا. إذا الـ VE تساوي لنا VB ناقصا VBE. ليش؟ لأن احنا عندنا الـ VBE تساوي لنا VB ناقصا VE. أنا أريد الـ VE أحوله للطرف الآخر فراح يصير عندي VB ناقصا VBE. إذا الـ VE تساوي لي 4 ناقصا 0.7 وتساوي لي 3.3 فولت. الـ VE هي الفولتية اللي قبل الريزستر هنا بهالطرف هذا، قبل ما أربط الريزستر RE. اوكي، بس وجدنا ايش؟ ال في اي. ال اي كيف اوجده؟ انا عندي الفولتيه هنا قسمه على مقاومه الار اي طلع لي ايش؟ طلع لي 1 ملي امبير. ليش؟ لان يعني عندي 3.3 تقسيم 3.3 كيلو ويساوي 1 ملي امبير، وهذه موضحه هنا بالتفصيل ايضا عندكم الاسئله موجوده. اول شيء ال في بي 0.7، الـ VE يساوي لي 4 ناقصا 0.7 يساوي 3.3، والـ IE دائما VE على RE وتساوي 1 ملي أمبير. تنطاني بالسؤال بيتا، تنطاني بالسؤال بيتا، وبيتا قلنا هي الكرنت جين في حالة الكومن إيميتر. وجيت تنطاني قيمة بيتا، تنطاني قيمتها 100. عندنا قانون ايش يقول؟ يقول IE ايش يساوي؟ IC زائد IB، والاي سي هو بيتا اي بي، هاي اخذناها سابقا. فنطلع الاي بي خارج قوس يصير عندي بيتا زائد 1 اي بي، فالاي بي ايش راح يساوي لي؟ يساوي لي اي على بيتا زائد 1، وانا عندي الاي اي ممكن تعطاني البيتا، فبكل بساطه اوجد الاي بي. بعد ما وجدنا الاي بي، اي سي ايش يساوي لي؟ بيتا اي بي، فقط مضروبه في 100 يعطيني تيار اي سي. قبل شوية كتبنا قانون الـ IC أيضا بدلالة المقاومات، قلنا IC يساوي VCC ناقصا VC على RC. الـ VC هي المجهولة، طرفين في وسطين، فالـ VC تساوي لـ VCC ناقصا IC RC، ويطلع الناتج 5.3 فولت. سؤال سهل، ما ينراد له أي شيء، بس مجرد قانون كرشوف للفولتيات، ونطبق القانون بكل بساطة للوب الأول، نطبق القانون للوب الثاني وتحل السؤال. فما راح يجيكم أكثر من هذا الشيء، المطلوب من عندكم فقط تعرفون كيف تحللون دائرة الترانزستور، كيف تتعاملون مع دائرة الترانزستور، كيف توجدون التيارات والفولتيات، هذا كل ما مطلوب من عندكم. أتمنى هذا السؤال يكون واضح، وأيضا حملناه على منصة المودل، حملنا بعض أسئلة أيضا على منصة المودل، وابتناكم هومورك. أتمنى تحلون الأسئلة، تحلون الهومورك، إن شاء الله راح نحدد موعد لتسليم الهومورك. فإلى هنا ينتهي شرح إيش الدي سي أناليسيس. ماكو أكثر من هذا الشيء، راح أعيد مرة أخرى، ما يجيكم أكثر من هذا الشيء. نيجي نرجع على المحاضرة اللي حملناها على منصة المودل اللي وصلنا إيش دي سي لود لاين. يعني شرحت الدي سي أناليسيس، لأن الدي سي لود لاين يعتمد على الدي سي أناليسيس. أوكي؟ أشنو الدي سي لود لاين؟ DC load line
هو اللي يحدد لي منطقة العمل للترانزستور. احنا قلنا الترانزستور له ثلاث مناطق للعمل، منطقة التشبع الساتوريشن، ومنطقة القطع الكت اوف، ومنطقة الاكتف. انا اريد الترانزستور يشتغل في منطقة الاكتف. اوكي، ليش؟ حتى يعمل كمكبر، حتى يعمل كمكبر. الشغلة الاخرى، ما بس اريد يشتغل في منطقة الاكتف، اريد انا احدد نقطة العمل. اريد ايش؟ احدد نقطة العمل للترانزستور، يعني بأي ما نقطة يشتغل، بأي ما مكان، بأي ما كيف. تذكرون هذه الرسمة، قبل ما نجي على هذه، تذكرون هاي الرسمة الكيرفات رسمناها، قلنا هاي خصائص الترانزستور للأوتبوت، خصائص الترانزستور للأوتبوت. رسمنا الـ VCE مع الـ IC لقيم مختلفة من الـ IB. يعني على سبيل المثال، هذا هسه نتعلم كيف نرسم هذا الخط، كيف نرسم هذا الخط باللون الأزرق. والـ Q1 والـ Q2 والـ Q3 هي مناطق العمل. أنا أريد ترانزستور يشتغل عند Q1 ولا Q2 ولا Q3. فالخطوة الأولى أن نرسم اللون الأزرق، هذا الخط باللون الأزرق يسموه DC Load Line، DC Load Line. هسه نتعلم كيف نرسمه. بعدين الخطوة الثانية، أوجد الـ Q، بيا منطقة هيشتغل الترانزستور، هيشتغل بالـ Q1 ولا بالـ Q2 ولا بالـ Q3. فهي هاي الدي سي لود لاين. نيجي على الدي سي لود لاين. حتى نرسم الدي سي لود لاين، مختصر مفيد راح اعطيكم اياه مباشره. حتى نرسم الدي سي لود لاين، اول مره اوجد الاي سي في حاله الفي سي اي تساوي صفر. نوجد قيمه التيار الاي سي عندما في سي ايش تساوي؟ تساوي صفر. قبل شويه كتبنا قانون الاي سي ايش يساوي، قلنا الاي سي يساوي في سي سي ناقصا في سي اي على ار سي، وهي ذكرناها قبل شوي لما حلينا السؤال. فلما ال VCE صفر، IC راح يساوي لي VCC على RC. ال VCC معلومة وال RC أيضا معلومة، فبكل بساطة أوجد قيمة التيار IC وأعين النقطة للتيار IC. إهن على سبيل المثال طلع لي 7 عينها 7، 6 عينها 6، 6.5 عينها 6.5، وهكذا. ما شرط تكون دقيقة 100%، شيء تقريبي، لكن تعينها فقط على الرسمة. الخطوة الثانية، نوجد الـ VCE عندما IC يساوي صفر. نوجد الـ VCE عندما IC يساوي صفر. ونجي هنا، لما IC يساوي صفر، الـ VCE ايش راح تساوي لي؟ راح تساوي لي الـ VCC. لما IC يساوي صفر، إذا الـ VCE تساوي لي الـ VCC، والـ VCE تعطى بالسؤال. فأيضا أجي أعين قيمة الـ VCE اللي أنا وجدتها هنا على هاي القيم، 10 عينها 10، 15 عينها 15، 12 تقريبا خليها 12. فهسه صارت عندي هنا نقطة معلومة اللي هي الـ VCE، ونقطة معلومة هي الـ IC، أجر خط بيناتهم، صار عندي DC Load Line. إذا هنا كنت جرينا خط، هذا جرينا خط بيناتهم، صار عندي إيش؟ DC لود لاين. واضح طلاب؟ اذا اعيد مرة اخرى، حتى نوجد الدي سي لود لاين ايش نسوي؟ نوجد قيمة التيار عندما ال VCE صفر. قيمة التيار راح تساوي ل VCC على RC، احفظوها الان. VCC تعطى بالسؤال وال RC تعطى بالسؤال، راح تطلع لي فات قيمة معينة، واخلي هذا القيمة المعينة على هالكيرف اللي عندي، على العفو على القيم اللي عندي، على اعتبار 7 8 8.5 7.5، فقط قيمه واشر عليه نقطه، خلي اكس. الخطوه الثانيه، نوجد الفي سي اي لما اي سي يساوي صفر. نرجع هنا على القانون موجود، لما اي سي صفر الفي سي ايش يساوي؟ تساوي الفي سي سي، وايضا اشر هذه النقطه على الرسمه. شوف ايش قد الرسمة، 10 15 12 13، اكتبها. صار عندي هنا نقطة وهنا نقطة، اجر خط مستقيم بيناتهم، نقطتين تكفي لرسم خط مستقيم، فارسم الخط المستقيم. هذا هو الدي سي لود لاين. طيب انا وجدت الدي سي لود لاين بس ما وجدت نقطة العمل، يعني نقطة العمل هي نقطة التقاطع مع التيار اي بي. هذا الرسم رسمناه لقيم مختلفة من الاي بي اللي هي هنا موجودة، اي بي 0 مايكرو، 10 مايكرو، 20، 30 والى اخره. طيب انا وجدت الدي سي لود لاين، نقطة العمل هل هي هنا؟ لو نقطة التقاطع هنا،
وهنا تعتمد على قيمه التيار اي بي. قبل شويه تعلمنا كيف نوجد قيمه التيار اي بي، فاوجد التيار اي بي. اي بي اذا طلع عندي هذه القيمه الكيرف مالته، اذا هذه نقطه العمل. اي بي اذا طلعت هنا، اذا هذه نقطه العمل. اي بي اذا طلع هنا، اذا هذه نقطه العمل. على سبيل المثال هذه هي الاي بي الكيو اللي احنا وجدناها من الدائره، فهذه نقطه العمل. حتى نوجد الـ VCE عند نقطة العمل، بس أسقط الرسمة، أسقط هذا، أخط أجور وأقرأ هذه القيمة. هذه الـ VCE عند نقطة العمل. حتى أوجد الـ IC عند نقطة العمل، أجور خط بالشكل هذه وأقرأ هذه القيمة. هذه قيمة الـ IC عند نقطة العمل. واضح طلاب؟ أعيد مرة أخرى. بعد ما وجدنا الـ DC Load Line، نرجد الكيو بوينت. الكيو بوينت كيف اوجدها؟ نوجدها من قيمه الاي بي. لازم اوجد قيمه الاي بي في الدائره. فالاي بي طلعت لي على هذا الكير اللي هي معطات، راح تنطيك هاي الرسمه، نعطيك هذه الرسمه ونقول لك اوجد نقطه العمل. فانت الاي بي بعد ما وجدتها على سبيل المثال طلعت 20 مايكرو، وانت كنت جريت خط، فتيجي هنا تقول نقطه التقاطع مع ال 20 مايكرو هي نقطه العمل. نقطة التقاطع مع ال 20 مايكرو هي نقطة العمل. حتى أوجد الآي سي عند نقطة العمل، أجي أجر خط آخر، أسقط وأقرأ قيمة الآي سي. حتى أوجد الـ VCE عند نقطة العمل، أجي أجر خط بهالشكل عمودي وأقرأ هذه القيمة. هذه قيمة الـ VCE عند نقطة العمل. قيمة الـ VCE عند نقطة العمل، كم موضح يعني. هذا كان أعطاني أمثلة، قال لي إذا الآي بي اختلفت، راح نقطة العمل أيضا تتغير. أما تصعد أو تنزل. طيب إذا غيرنا قيم المقاومات أيضا نقطة العمل تتغير. الـRC تأثر لي على نقطة العمل. ليش؟ لأن هذا الـ DC Load Line راح يتغير مكانه. كذلك الـ VCC تأثر لي على نقطة العمل. فهذا فقط يوضح لك أمثلة على تأثير الـ VCC والـ RC على نقاط العمل، على نقطة العمل. ايش الكيو بوينت اللي يسموه اوبريتنج بوينت، نقطة العمل. فهذا كل ما يتعلق في نقطة العمل. اعيد المرة الأخيرة كيف نوجد نقطة العمل، كيف يجيك السؤال، كيف تتوقع السؤال. تجيك هذه الرسمة ويعطيك هذه الرسمة ايضا مع الدايود. طبعا الـ VCC تعطى، الـ RB تعطى، الـ RC تعطى، يقول لك وجد لي نقاط نقطة العمل، وجد لي قيمة الـ VCE والـ IC عند نقطة العمل والـ IB عند نقطة العمل. فأنت أول خطوة توجد الـ DC Load Line. كيف نوجد الـ DC Load Line؟ شرحناها قبل شوي. نقطة ثانية، أوجد الـ IB وأشوف الـ IB إذا كان 20 مايكرو، إذا نقطة التقاطع مع الـ DC Load Line مع الـ 20 مايكرو هي نقطة العمل. حتى أوجد الـ IC عند نقطة العمل فقط إيش؟ أسقط بال افقيا، اسقط واقرا هذه القيمه. طبعا قيمه تقريبيه، ما شرط تكون دقيقه. حتى اوجد الـ VCE عند نقطه العمل، اسقط عموديا واقرا هذه القيمه. ليش؟ لان هذه الـ X axis والـ VCE والاي او والـ Y axis هو الـ IC. فهذا كل ما يتعلق في نقاط العمل. الشغله الاخرى المهمه، اريدك تفهم هذه الرسومات، اشنو تاثير الـ IB على نقطه العمل، واشنو تاثير الRC على نقطة العمل، وأشنو تأثير إيش الـ VCC على نقطة العمل. هاي الرسومات فقط توضح لك تأثير هاي العوامل الـ VCC والـ IB والـ RC على نقاط العمل. فهذا كل ما يتعلق بالـ DC Load Line. أتمنى المحاضرة تكون واضحة، وأي أسئلة أتمنى تجمعوها أيضا عند ممثل الشعبة حتى نناقشها إن شاء الله فيما بعد. قبل ما انهي، احنا اشنو فائدة نقطة العمل؟ اشنو الغرض من نقطة العمل؟ هذه الرسمة، هذا امبليفاير، طبعا هذا رمز الامبليفاير في الدوائر الكهربائية. إذا كان عندي موجة اي سي، موجة ضعيفة، دخلت موجة ايش؟ كبرناها. الموجة ما تشوهت. ايش معنات ما تشوهت؟ يعني كانت ساين، ظلت ساين. فهذه الامبليفاير كلش ايش؟ ممتاز. نجي على الامبليفاير الاخر، دخلنا ايضا موجة ساين، لكن ما طلعت الساين، صار بيها قطع، صار بيها قطع ايش؟ كت اوف وساتوريشن، فالموجه تشوهت. فلهذا نقطة العمل لهذا الامبليفاير ليست جيدة. فاحنا لازم نختار نقطة عمل جيدة للامبليفاير
حتى لا تتشوه الموجه. فهذه هي فائده نقطه العمل او الاوبريتنج بوينت. وان شاء الله المحاضره القادمه راح نحاول نشرح الاي سي اناليسيس للترانزستور. مع جزيل الشكر والتقدير.